مساء الخير لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا بكافة أنحاء العالم، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بتحلى الحياة. بحييك لينو، بحيي كل المشاهدين، وبتمنى مشاهدينا تكونوا قضيتوا نهار ممتع، وضيوفنا لليوم بصراحة ممتعين وحلوين كمان، حبيتهم الشاشة قبل ما يدخلوا عالم التمثيل، وضيوفنا أيضا ضيفتنا لليوم تجمع كل المواصفات يلي بتحلم فيها المرأة، من الجمال للنجومية لخفة الظل وسرعة البديهة. منحب مشاهدينا نرحب بملكة جمال لبنان عام 1992 نيكول برداويل. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، الله عليك الله على سحرها. أهلين. بجور دكتورة. تفضل دكتورة. بالحقيقة أنا قصدك بخدمة. نعم. حق بودي. بليز مسوي على صوتك ما عم بسمع. يا بهي الداشك حلوة. شوقني شوق لعليك، قلبي يسأل عليك، طيب واشتاق لك، روح وروح بإيديك، أربع فصول وارجع وأقول بالقلب نار. ملكة جمال لبنان عام 1992 نيكول برداويل، اهلا وسهلا فيك، منورتينا اليوم انت واميراتك بالاستوديو. اهلا وسهلا. ثانك يو، اهلا فيك. شفناك قد ايه متاخده بالمشاهد اللي كنا عم نشوفهم، وكانه نسيتي حالك انه انت كنت عم تعملي هيك. بعض الاشياء ايه صار لي زمان ما انا شايفتها، وهلا يمكن ما رجع حضرتها الريبلاي تبعيتها، وهلا عم برجع اشوفها اول مره مشان هيك. بس فرحتي لما شفتيها. ايه انبسطت. بدنا نرحب ببناتك سيلينا 8 سنين، ادريانا 5 سنين، اهلا وسهلا فيكم. نبلش هيك نحكي شوي مع الصبايا. سيلينا شو اليوم قلتي لنا لاصحابك انه اليوم رح نكون مع الماما على التي في، قد ايه بتحبي تكوني على التي في؟ كثير. شو بتحبي تعملي على التي في؟ ما بعرف، بحب اعمل انترفيوز وهيك اشياء. لك ماما عملت كل شيء، ملكة جمال وغنيت ومثلت وقدمت برامج، شو بتحب تعملي مثل الماما او شيء معين؟ بحب اعمل مسلسلات اكثر شيء. بتحب التمثيل؟ مين بتحبي اكثر شيء من الممثلين؟ بحب ماريو. ماريو بس بتحب الكوميديا؟ بتحب الكوميك؟ ايه. حرف شامل نو علاده انا علاده صار البلوس يضربوه هيك. وانتي أدريانا انت بتحب التصوير؟ بتحب اكيد تطلع على الكاميرا؟ اكيد. شو بتحبي تعملي؟ تتفرجي على حالك؟ ايه اكيد بحب كل شيء. بتشوفي حالك حلوه على التي في؟ ايه بحب اعمل مثل امي. كيف يعني مثل شو؟ خلني اعمل شو، اعمل ملكة جمال، حتى اعمل كثير اشياء. بدها تعمل كل شيء نيكولي، ملكة جمال وتمثلي وتغني كلهم؟ ايه ومسلسل. طيب هلا اذا بدك تغني لنا شو بتغني لنا؟ سمعينا صوتي. You know Frozen song؟ شو أدريانا؟ أي شيء؟ تراضي Frozen song. تشافا لا من غوش. Tiens, voilà ma droite. Tiens, voilà ma gauche, ma droite. Tiens, voilà les deux. Tiens, voilà coucou. Tiens, voilà coucou. Tiens, voilà coucou, coucou. Tiens, voilà les deux. Bravo. Bravo, Adriana. Nicole, بأي مدرسة حبتي؟ بجمهور. أنا صف 9 وصف 12. بالمدرسة كيف؟ كيف نشاطهم بالمدرسة؟ كيف دراستهم؟ كتير كتير منيح كتير. يعني سيلينا I think she's the first بالصف، وعطوا بتاخد شهادات بالصف إنه الأنفان الاتوديان دي موا، ويعني عطوا بتاخد قصص. قديه الأم تكونك فخورة بولادة نيكول؟ أكيد مثل كل أم، يعني ولادة يكونوا شاطري، بتشوف حالها فيهم وتنبسط فيهم. الله يخلي لك إياهم يا رب. Thank you. هون أدريانا، مين بتحبي أكثر شيء من المعلمات؟ مطعم بريستا. ايه ليه بتحبيها؟ لانه هي مطعم ما بتحلي تخلينا نفتح على التواليت وقت بدي، مثلا ميغنا تبع الحرب بتاخد اكلات تبع الحدا. مظلومين. سلينا، وانت مين اكثر معلمه بتحبيها بالمدرسه او اكثر ماده بتحبيها؟ في
مع الميتال ستار كثير بحبها وتبع العربي كثير بحبها. طب هلا انت قلت من شوي انه اصحابك كلهم عم بيشوفوك، شو بدك تقولي لهم؟ انه كثير مبسوطه هون على التلي ومبسوطه انه عم يحضروني وانه ميرسي لانه قالوا لي جت سويت بون شانس لانه هيك قالوا لي وهيك. سلينا برافو انه هو انه بتحبوا الرفقه، الرفقه دائما بيكونوا بيتمنوا الخير لبعضهم، يعني لما غيرك بيقول لك بون شانس انت كمان بتقولي لهم بون شانس باي شيء هن بيعملوه. وبدنا نعرف هواياتهم نيكول. سلينا شو بتحب اكثر شيء؟ بحب الاكيتاسيون. اها بس؟ ها اكثر شيء بحبه، ثاني شيء بحب السكي. وادريانا شو بتحبي؟ اكيتاسيون وسكي واسبح. بنحب كل شيء. بحب كل شيء مع الانيمال. نيكول بيعذبوكي بالبيت لانه اسم الله حركين اولادك اسم الله نوت هلا ما في عذاب بمعنى العذاب بس ادريانا 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 شوي اكتف يعني لا لا ما بتعذبيني انا ما بتعذبيني قلت انه اكتف يو نو سو اي هاف تو كيپ اب وذ هير انرجي هيدا الشيء اكثر شيء متعب بس انه اذر ذان ذات لا بيسمعوا ذير جود نيكول كاظم السهر بيقول كل ما تكبر تحلى وهذا الشيء بينطبق عليكي وابدعتي عشقت الغناء وعشقتي التمثيل وكانوا هن بس والجمال يلي بتتحلي فيه وكان باسبور لدخولك لهالمجالات المختلفه وبرعتي فيهم هل ممكن الجمال كان بيوم من الايام نقمة لك ابدا ابدا يمكن لانه عرفت كيف استفيد من كل شغله وعرفت وين الحدود لكل شيء يعني ما خليت الجمال هو يعني ما خليت انه حياتي تكون مبنيه على الجمال ما خليت انه بس التلفزيون يكون هو كل شيء بحياتي لانه عندنا بالشرق مثل ما بتشوف التلفزيون والسينما وهالقصص كلها انه عاده ما بتبني كارير لوقت كثير طويل فيهم وما بيعملوا لك a lifetime business يعني ما فيك تبني حياتك عليهم بدك you have to depend on something else so هالشيء هذا يمكن خلاني انه ما اتعب بهالدومين وما يكون علي مثل نقمه مثل ما عم بتقولي نيكول دخلت الفن كمان من باب الهوايه مع انه كنت قادره تكملي وتوصلي وخصوصا بعد فيلم الباحثات عن الحريه للمخرجه ايناس الدغيدي هل قد ما بتعني لك الاضواء ولا الشهره بصراحة ولا مرة عنيت لي يعني حتى لما نزلت على مسليبان وصار كل شيء انه انا استغرب ليه عم بيعملوا معي انترفيوز ليش عم بيعطوني هالقد أهمية انه شو هالبيج ديل يعني انه شو عملت انا وبعدين انه صار يجيني اوفرز وشغل كنت اوز انجوينج كنت مبسوطة باللي عم بعمله بس ما كان الهدف من وراء انه انا انشهر او انه انعرف كان الهدف انه انا عم بيعمل لي ساتسفاكشن لانه عم بكتشف حالي باشياء جديدة عم شوف انا شو بقدر اعمل وين قادرة اعمل شيء جديد يمكن ما كنت عارفة انا قادرة اعمله فهيدا هو الشيء اللي كان اكثر شيء يبسطني بحياتي الفنيه اذا بدكم تسموها بس اكيد كل شخص بحب بيعرف انه هو عنده مميزات هلا يمكن ما يعرف انه هو قادر يعمل كل هالمجالات ولكن هو لو ما عنده ثقه بنفسه انه انا عندي مميزات بتخليني انه اتميز عن غيري ببعض الاماكن ما بيخطى الواحد خطوات بمجالات مثل ما انت عملتي لا كان عندي كثير ثقه بحالي يعني ما بكذب عليكي كنت صغيره وكنت كثير مرتاحه مع حالي وكان عندي كثير ثقه بحالي ويمكن هالشيء هذا ساعدني انه ما اخاف وما فكر توايز بقصص كثيره واتحش وبلش بقصص جديده بس ما كان هدفي انه انعرف او انه صير مشهوره هلا الناس حبتني which is very good وكنت اكيد مبسوطه بهالشيء بس مش هيدا كان الهدف هدف ولكن العالم لانه قدروك وقدروا مواهبك وقدراتك ادريانا شو بدك شو بدك شوف حالة ادريانا على التلفزيون شوف يس ذس از يو اند مي هيدا انت الحلوه ادريانا نيكول كل الناس عرفوكي هلا بالبلاير شفناك بحبيبي يا نور العين مع عمرو دجاب هالاغنيه يلي كثير نجحت وانت بالذات نلت كثير شهره واسعه اضافه للعمل يلي ذكرته زميلتي لين مع ايناس الدغيدي بالباحثات عن الحريه هل ممكن ترجعي لورا ولا بالعكس ما نرجع نكمل يعني ليه نحن وقفنا هون وقفنا هلا اول شيء وصلت لمرحلة أنا بصراحة بلشت أتعب يعني حسيت هالشغل متعب شوي وبعدين جوزت وجبت أولاد
وصارت غير حياه وغير عالم. وكنت اوريدي كمان قبل ما اتجوز عم بشتغل بزنس وعم بعمل شغل كنت لالي، فصرت احس انه هالقصص عم بتعبني والانرجي اللي عم بحطها هي اكثر من الشيء اللي عم بقدر انا استفيد منه ان كان ماديا او معنويا. وحسيت حالي انه قادره استفيد بمحلات تانية بشغلي وبحياتي غير هون، فقررت انه ابعد شوي. وبعدين اجوا الاولاد وصارت غير حياه وحياه عائله يعني لحالهم بياخذوا لنا وقتنا الاولاد. بتعرفوا انتوا اذا عندكم اكيد نيكول، اذا هلا انعرض عليكي عمل ترفضي هلا بخضم الاعمال والاولاد، وهلا انعرض عليكي عرض تمثيلي او غنائي بتحبيه او حبيتيه بتقولي لهم لا لانه انا عندي انشغالات عائليه اجتماعيه؟ انعرض علي كثير اشياء وبعده وقت بيجيني قصص وبقول لا. هلا ممكن اذا اجى شيء انا كثير حبيته وكثير عجبني وقصه يمكن كثير روعه مثل ما انا يمكن ممكن احلم، ممكن ما بعرف يعني. ولا مرة سألت حالي هالسؤال، بس إنه I'm open to anything that's really interesting رح يكون لإلي، بس مش يعني مش مفكرة أو مش هدفي هلأ إنه أعمل هيك أنواع شغل، بس ما حدا بيعرف. شو الحلم اللي بيخطر على بالك؟ ما في شيء براسي هلأ ما عندي وقت أحلم هلأ، بس بس إذا صار شيء وأنا حسيت إنه لا واو هذا شيء بحبه أو شيء عن جد أنا ما كنت منتبهت له ممكن كتير حبه إنه why not. نيكول، إضافة للفن والتمثيل كمان كنت عارضة أزياء وكمان هالمهنة إذا فينا نقول ما أخذتيها على محمل الجدلي؟ لكن كل شيء أخذته على محمل الجد بوقته، يعني بوقته اشتغلت كتير وسفرت كتير وعملنا كتير فاشن شوز بلبنان وبرات لبنان. فترة قصيرة كانت يمكن مثل ما سبق وذكرتي كانوا ساتسفاكشن لإلك مش بلا، وحتى عملنا دعايات، عملي فوق 300 دعاية من لبنان وسوريا والأردن ومصر ودبي، عاملين كتير كتير شغلين. بس خلص بتوصلي لمحل ما بتشتغلي هالقد بتتعبي وبصير عندك بدك تكبري بمحل من المحلات، بدك تعملي شيء تحسي انه شيء ساتيسفاينغ لك، ما بقى في شيء ساتيسفاينغ غير ريبيتيشن يو نو. ومش هيدا حلمي ومش هيدا هدفي بالحياه انه كمل كنت بالاشياء الفنيه. يعني كنت انا لما بلشت كنت بالجامعه عم بتعلم واجوني هالعروض وبتعرفي طلعت من سليبا ومبسوطه كنت فيهم وعم بعملهم، بس بعدين خلصت الجامعه كملت مش ما وقفت، بس يعني مع الوقت بتحسي بدي اكبر بمحل انه تخصصت بالجامعه وعملت لا استفيد اعمل شيء شغل بحياتي مش تضلني بس بهالشيء، انه هالشيء كنت معتبرته like a fun thing شيء انا بيبسطني وبوقت الجامعه حلو مع وقتي وكذا بظبط وقتي على وقته. بس ولا مره ضحيت بجامعتي كرماله، يعني هيدي كانت نقطه كثير مهمه. انه جاني مثلا مره مسلسل بتذكر على مصر سوريا على سوريا، مخرج كان كثير مشهور، المهم يلي توفى بعتقد من فتره قصيره، فكانوا طالبين مني شي 6 اشهر اقعد بسوريا تنتمرن على احسنه، كيف بدهم عمل على احسنه وما احسنه، فرفضت بوقتها مثلا. يعني هون بتشوف انه شو كان هدفي، هدفي كنت انه كمل جامعتي، يعني مش هذا كان الاساس بحياتي، مع انه كانت فرصه كثير مهمه لاني اكبر وبين اكثر. بس ما نيكول، اولادك لما شافوك وين بيحبوك اكثر، كمغنيه كممثله؟ هن ما شافوني، هن ما شافوا، هن سمعوا عني شافوني بصور واشياء كثير. وقت اللي كانوا يشوفوك بصور او شو سيلينا؟ عندها ألبومات وين كانت بإيطاليا وكتير أشياء، وكل الصور بحبهم. بس أكتر شي حبيته وقتها مثل عندها صورة هي على ظهر الحصان عم تركب، وفي كمان مثل هليكوبتر جيش لابسة كل تياب الجيش وكانت رح تطلع فيه مش لحرب بس هيك تشوف، كان ما بعرف مين طلعها. وكل العالم بتعرفها لمامي، يعني انت اذا فتي على شي محل وما حدا عرفها لمامي شو بتقولي له؟ بتتضايقي؟ لا مش كثير عادي. صايره شي مره قبل؟ لا بس لا صايره مع سيلينا او مع ادريانا؟ مع سيلينا. كانت صغيره اول ما عرفت انه انا كنت مسليبه، ما ادري كيف مين خبرها او قال لها بتعرفي امك انها مسليبه؟ عن جد مامي عن جد؟ اي وقت خبرتها. فصرنا نظهر، تقول لي طب مامي بيعرفوكي بس تظهري؟ الا انه اي اوقات بيعرفوني. فما بعرف وين كنا مره حدا قال لي انا شايفك بعرفك من شي محل مدام او شو ما بتذكر، قلت له ولو كيف ما بتعرفها نيكول برداويل اسمها، قال لي تيمي سليبان كيف ما بتعرفها هيك. انا صحيت This is my mom. نيكول، إدارة الأعمال هي الاختصاص اللي توجهتي له، درستي تسويق وإعلانات من جامعة الانديو، بعدين حصلتي على ماستر بالإنترناشنال بزنس من بوردو بزنس سكول. الأعمال ناطرتك إنك تخوضيها،
عم تشتغلي بمجال الأعمال، رح تفكري بالمستقبل أنك تخوضي هالتجربة؟ إنه أكيد اشتغلت أنا بالبزنس، وأكيد دايماً براس البزنس، وأكيد في مشاريع على الطريق كمان عنا بزنس. نيكول، لأنه دايماً واحد من بعد مرحلة معينة إنه خضنا تجارب كتيرة، عملنا كتير إشي حققنا فيها ذاتنا، يمكن نرجع نحلها إلها هي ذاتها، ويمكن نرجع هيك نرسم مستقبل أو طريق جديد لإلنا. هلأ نيكول الأولاد عم يكبروا، شو عم بتفكر لبعدين؟ وين تروح؟ يمكن تلحق على كل شيء؟ ما بعرف، بتفكري إنه ممكن أنا أعمل إرجع كل شيء؟ شو كل شيء؟ أعمالي الخاصة إضافة للهوايات اللي أنا بحبها. لكن بتعرفي مع الحياة، وأنتوا يمكن أكيد حسيتوا بهالشيء، إنه الإنسان بيصير واقعي أكتر. أكيد ما بقلك إنه ما بشتاق لأيام زمان وما بحن أوقات، وخاصة أول ما إجاني أولاد، بس الإنسان بده يكون عملي، بده يكون واقعي، بده يشوف شو هو يعني بيتناسب مع حياته اليومية، وشو اللي بيريحه. كمان ما بدك بقى تعمل ستريس توصل للعمر، ما بقلك جلادة ستريس وتحط ضغوطات عليك وركض، بدك أهم شيء تحط بريوريتي. أنا بريوريتي عندي هن أولادي وعائلتي، honestly. يعني بحس عشت كتير بحياتي وشفت كل شيء، and the most important thing in my life، ويمكن أهم شيء حققته بحياتي وأحلى شيء حققته بحياتي هن أولادي وعائلتي. So as long as أولادي مش ناقصهم شيء ومبسوطين، وأنا عم بكون معهم دايماً، يعني ما عم بحرمهم مني أو من وجودي ومن وجودي المهم. يعني لما بيكون عندهم سؤال أنا أكون حده، مش حدا غريب يجي يجاوبهم على السؤال عم بيسألوه. ما عندي مشكلة إني فوت بشيء جديد وأعمل شيء جديد، أو أبعد عن بيتي for a while، بس مش إنه أترك حياتي أو ضحي بحياتي مع عائلتي كرمال شيء. كرمال شيء تاني، صح. So هيدا المبدأ عندي. هلا شو ممكن يكون شيء بالتيفي؟ ممكن as long as يمكن قبل الظهر بأوقات معينة، مش كل يوم، ممكن إذا شيء أنا عجبني. إن كان بالبزنس كمان نفس الشيء، ما بقدر اشتغل بزنس إنه every day بده يكون demanding لإلي، إنه كل يوم كون بالأوفيس، يمكن أوقات أتأخر مثلا لعشية لأرجع عند أولادي، هيدي ما بقدر أعملها. هذا الموضوع مش وارد. مش وارد لأنه أنا بحس حالي unhappy. مش لأنه ما عاد هدفي إنه بدي أعمل مصاري أو بدي أعمل كارير أو بدي أصبح حالي، خلاص ما تجوزت كان عمري 20 سنة، تجوزت كنت بعمر مشهور، ودجا I proved to myself شو قادرة أعمل، ووقتها بحس بدي أعمل وقادرة أعمل رح أعمل، بس مش رح ضحي بشي ممكن يأثر على عائلتي. فعلاً بدنا نعرف من أدريانا ومن سيلينا قدي بيلحقوك، يعني قديه بصير بدهم يعملوا مثلك، ان كان باللبس ان كان بالشعر، قديه بتحسوا حالكم انه بدكم تعملوا كل شيء مثل المامي؟ هلا بتشوفيها شو بتلبسي بتلبسي مثلها انت؟ لا، مش بحب كون مثل ما انا بحب. بتعملي كل شيء انت لحالك؟ ايه، بدرس لحالي، بتحمم لحالي. مش من زمان بلشت هيك اعمل، بس انه ما بحب كتير أعمل كل شيء مثل مامي. هلا تحب تعتمد على حالها يعني. إيه، she's very independent وبتحب القصص. يعني ما حدا حسيته بحب يعمل شيء مثلي، حتى بتخانق معه أنا وقت بقولهم إنه ولو لبسوا هيك عملوا هيك. حتى أدريانا هن اللي مثلاً اليوم هن نقوا، ما كانوا يقبلوا أنا شو بدي لبسون، هن بدي هيك وبدي هيك، شو أنا أي لدم بي، يعني ما بدي يقون. أدريانا الماما إمتى بتعيط علينا؟ إمتى بتعيط عليكي أكتر شيء؟ وقت مثلاً هي قالت لي روح أتشابي، ما راح أتحط، اليوم كانت في شتي، كانت عم بلبس تشيب تقدر بعضي، كان عندي أنيفرساري ظهرت، كانت عم صور برف تحت الشباك، شو تصور أنا كل هيك بلا كيلات بلا شي هيك مثلاً بتحيط علي إذا ما بسمع منه. إيه، إذا شيء ممكن يزيها. شو بتعمل لك بينيسيون؟ قلت بيني؟ لا، مش بينيسيون، ولا مرة عملت بينيسيون. ما بتعمل بينيسيون مامي؟ شو لا. أدريانا؟ بس لا. شوي بتعيط. شو بتقلك؟ يعني مثل شو بتقلك المامي؟ مثلاً أنا بروح تحت شابي. إيه، شو بتقلك؟ بتقلك أعملي مثل ما بديك، ولا بتقلك لا أعملي هيك؟ كيف بتقلك إياها؟ ما بتذكر شو بتقلي. وقتها كثير تعصبت بالاخر بتقلها عملي شو ما بديك، فبتعمل شو قالت ماما، بتحس عصبيت. نيكول اسمع كلمتها يعني. نيكول، انت من الاشخاص اللي بتخيلك انه بتحبي تتركي الاولاد على شخصيتهم، على راحتهم، يقرروا هن ياخذوا قرارات، وكانه عم تعلميهم انه هن يعرفوا ياخذوا قرارات من هن وصغار. هذه كانه استراتيجيه عم تتبعيها
بتربيتك، انت كيف هيك الكونسبت بالتربيه؟ انا كثير بحترم الولد، يعني ما بحب اعامله انه ولد وما احترم له رايه وما احترم له شخصيته، خاصه انه كل ولد عنده شخصيته بيخلق بشخصيته، يعني زينا خلقت غير ادريانا. فبحب انه الانسان ما يغير من شخصيته، ما غير له شو هو بحس، خاصه اذا ولد كان كثير حشري وكثير بده يعرف وكثير بده يكتشف، بتجي انت لا 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 على كل شيء، ممنوع تمسك هي، ممنوع كذا. مش انا بقول، حتى الدكتورز بيقولوا انه ما تحدي لهم من احلامهم من كيوريوزيتي تبعيتهم، لانه بيوصلوا لمحل هن عن جد ما بقعد يهمهم، بتقتليهم هذا الانتغي انه بدي اكتشف بدي اعرف. سو انا بحس انه كل ولد يعمل شو بده ويكتشف شو بده ويكون مبسوط بحياته، لانه هذا بيخلي الولد هابي. بس as long as شيء ما بيأذيه، يعني ما بيأذي غيره، ما بيأذي بس الأذية، وهم يأذوا حالهم. نيكول، بنعرف انك انت عايشة بأمريكا انت واهليك، ودرستي كمان عرض الأزياء والتمثيل، خبرينا شوي باختصار عن الاغتراب. ليك انا ما كثير تغربت، يعني ما عشت فترات كثير طويله، كنت روح عيش 6 شهور ارجع اجي، ارجع روح عيش فتره ارجع اجي، سو ما عشت بين هون وهنيك. ايه بين هون وهنيك، هلا اكيد عشت فترات بس انه مش فترات سنين، يعني عفرت سحبه. اكيد الواحد بيشتاق للبنان، بيشتاق خاصه انه انا كنت عندي شغلي هون وعندي حياتي، يعني الحياه كانت كثير ايه حلوه هون بالنسبه لي، سو اكيد كنت اشتاق كثير. هلا ما بعرف شو بتقصدي غير هيك عن الاغتراب، انه عشتي هونيك فتره مع اهلك ودرستي هونيك، هلا عم تقولي انت كنت عايشه بين هون وهونيك، قديش تقتي للبنان وقديش حنيتي لهوني؟ ايه اكيد اكيد حنيت، كنت حن للبنان. ادريانا، قبل ما نقول باي، شو بدك تقولي لنا هلا؟ لمين بدك تقوليها كمان؟ لرفقاتك، للبابا، لاصحابك تسميهم، او رفيقك مثلا، شو بدك تقولي لهم ولمين؟ ميرسي، لانه مامي تلفنت لاصحابي تيجوا يحتروني، ما بتذكر. باي. شو بتقولي لهم لرفقاتك اللي عم بيشوفوكي هلا، رفقاتك بالمدرسه اللي بتحبيهم كثير، شو بدك تقولي لهم؟ بيزور. ايه باي باي باي. وسلينا، شو بتحبي تقولي لهم؟ ما بعرف، قلت كل شيء بدي اقوله. نيكول، هيك كلمة أخيرة شو بتحبي تقولي بنهاية لقائنا نيكول لكل الأشخاص يلي هلا حابين يشوفوك يرجعوا على الشاشة أو بالغناء أو أي مكان، لأنه بنهاية جمهورك هيدا اللي بحبك دايما بحب يشوفك، وأنت متحملة مسؤولية العالم يلي بحبوك. أنت عم تحمليني. بلون ثانك يو، إذا بتحبوني وهن أنا بعرف إنه متفاهمين وضعي، وبدي اقول لكم ثانك يو لكم، وانا اليوم كثير مبسوطه جيت على ال بي سي، صار لي زمان ما جيت، فاجيت هيك كنت عم بمشي بالكولوار وفوت على اوضه المكياج هيك وعم بتذكر. سو ثانك يو لكم انه رجعتوا اعطيتوني هالتشانس ارجع اطلع على التلفزيون وارجع اشوف، خلي الناس تشوفني وانا ارجع اشوفكم كمان. انبسطنا فيكي نيكول، ميرسي لك، والله يخلي لك ادريانا سلينا. ثانك يو، نورتي بيتك نيكول، اهلا وسهلا فيكي. يا هلا مشاهدينا.